مرحبا أصدقائي بفيديو جديد، واليوم راح نشرح عن دفاتر الرسم المفضلة عندي. يلا نبدأ بجولتنا، ولا تنسون اللايك والشير والكومنت. أول نوعية استخدمتها هي كانسون بواقع 220 جرام، تناسب المائي والفحم والرصاص، ورسمت بيها هاي الرسمة، نتيجتها كلش حلوة. طبعا هاي كانت مشاركة بأحد المسابقات. والتفضيل حيكون من الأقل للأحسن. أما هذا النوع الثاني فهو ديروانت، وزنه 165 جرام، يعتبر نوعا ما متوسط الخشونة، وهاي أحد الرسمات اللي رسمتها بي اللي كلش أحبها. وأيضا هذا النوع الثاني كذلك ديروانت، نفس وزن الدفتر السابق ولكن حجمه أكبر، وأستخدمه لطلبات الرسم. والآن نجي على أكثر دفتر مفضل عندي اللي هو فيبريانو أكاديميا، اللي يستخدم للرصاص والفحم، وزنه 120 جرام، مايل للنعومة، الورقة تكون بهذا الشكل، نوعية الورقة تكون بها مسام ولكن ناعمة. من خلال التضليل نقدر نتحكم بنعومة الدمج. أغلب رسماتي الأخيرة كلها بي، وكذلك أستخدمه للطلبات. أما هذا الدفتر الرائع اللي كلش أحبه من ستراثمور تون دي جراي، وين ما تلقوه أخذوه، روعة روعة روعة. إذا تحبون أسوي لكم جولة بدفاتر الرسم كتبوا لي بالكومنتات، وشكراً.